السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لتوي اشتريت رام للحاسوب حاسوبي محمول، وأردت أن أغيرها، فقلت في نفسي لما لا أسجل العملية في فيديو وتكون موضوع بالنسبة للإخوان المبتدئين الذين لا يعرفون كيف يغيرون الرام في الحاسوب المحمول. أعلم جيدا أن هناك من يعرف كيف يقوم بذلك بنفسه، هذا أمر جيد. على العموم فسأمر إلى تغيير الرام وأتمنى لكم فرجة طيبة. إذن أول شيء سنقوم به هو نزع البطارية، بطارية الحاسوب، إذن هذا ما سأقوم به أولا. ثانيا يجب أن نقوم بخطوة مهمة، وهي أننا سنفتح الحاسوب ثم سننقر على الزر باور، أوكي؟ نضغط على الزر باور لمدة قصيرة جدا. لماذا؟ لكي نخلي الطاقة الكهربائية المتواجدة في الحاسوب، حتى إذا أردنا أن نغير الرام فلن نتسبب بضرر للحاسوب. إذا طبعا بعد قلب الحاسوب سنجد مربع، هذا المربع سنقوم بنزع يعني البراغي، ثم بعد ذلك ننزع الغطاء. إذا طبعا بعد نزع الغطاء سنجد مكان مخصص لإضافة الرام. لا يجب علي أن أنتبه أن هذا المكان، لاحظ معي هذا الفراغ، يجب أن يكون مطابق إلى ومطابق لهذا الفراغ كما تشاهد معي، فهو على هذا الشكل. فسنقوم بإدخال هذه الرام في نفس يعني الأنثى مع الذكر، يعني في نفس المكان هكذا، لاحظ معي. إذن أدخل الرام جيدا، لاحظ معي لقد أدخلتها جيدا. عندما أقول أنني أدخلت الرام جيدا أصبحت على هذا الشكل، يعني لا تظهر لا يظهر النحاس، ما أقصد به أنه لا يظهر، لا تظهر أسنان، يعني لا تظهر على الرام. بعد ذلك يعني بعد إدخالها جيدا سندفع قليلا إلى الوراء هكذا، حيث بعد دفع الرام إلى الوراء تأخذ مكانها، وهكذا نتأكد طبعا بعد إضافة وبعد إرجاع يعني البراغي، إرجاع الباب والبراغي، نتأكد من أن الرام تم تعديلها بشكل جيد. طبعا تم إضافة الرام بشكل ناجح وأصبحت تظهر 4 جيجا. أعتذر أن الصورة لن تظهر بشكل جيد، لكن لأن طبعا في الجهاز يعطيني أن هناك 4 جيجا 3 جيجا، أعلم أنها لا تظهر بشكل جيد، ولكن على العموم يعني تم إضافة الرام بشكل ناجح. إذا أتمنى أن تكون قد استطعت أن تتعرف على كيف يمكن إضافة الرام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.